عندي. قومي يا عندي عبد كده يا محمد، قلت لك لازم نجيب لها الدواء. استخسرت بقى عربيتك وموبايلك. قومي يا بنتي. بابا. نعم يا عيدي. بقول لك انا كنت عايزه فلوس عشان اخد العلاج بتاعي بكره. طب انا اعمل ايه دلوقتي يا عيد؟ انا معيش فلوس. طب وانا كمان اعمل ايه؟ انا عايزه اخف واتعالج. عادي انت بقالك سنتين بتتعالجي. طب بقالك أنا سنتين بتصرفي إيه؟ كل شهر فوق الخمس ستة الاف جنيه. طب انا مش بايدي حاجه، ده مرض ربنا ابتداني بيه، اعمل ايه طيب؟ مش عارفه عايزه اجيب لك فلوس منين تاني؟ اشتغلت بدل الشغلانه اتنين، استلفت من طوب الارض. اعمل لك ايه بقى تاني؟ ده نصيبك وده قدرك. ما انا مش هفضل طول عمري كده. ما انا ما قلتلكيش تفضلي طول عمرك كده يا هايدي، بس انا عملت اللي عليا. انا ممكن لو ما خدتش العلاج يجرالي حاجه. مش عارف يا هايدي اعمل ايه. ممكن تشوفي ماما طيب معاها فلوس ولا لا؟ عشان انا معيش اي فلوس ومش قادر ان انا اشتغل اكتر من كده عشان اجيب فلوس. صرفت عليكي كل اللي حيلتي، فمش عارف اعمل معاكي ايه تاني. ممكن تشوفي ماما وتشوفيها تقولك ايه. ماما. في ايه يا عايزي؟ بقول لك انا كنت عاوزه فلوس العلاج بتاع بكره. علاج ايه يا عايزي؟ هجيب لك فلوس منين تاني يا عايزي؟ انا بحوش بالعافيه عشان نصرف على البيت انا وباباكي. هنقعد نصرف لعلاجك لامتى وانت ما بتخفيش اصلا؟ وبعدين انا شريت لك باروكه حلوه اهي، لو عملتيها كده شكلها طبيعيه وجميله ومحدش بيعرف ان هي باروكه. ماما انا مش بتعالج عشان شعري، انا بتعالج عشان اخف. طب ما باروكه معوضه لك شعرك يا ايدي، ايه الفرق يعني؟ انا رحت لبابا قال لي مش معاه فلوس، قال لي شوفي ماما لو معاها حاجه. طب ما تبيع الساعه بتاعتك يا ايدي. دي فلسه يا ايدي، هبيعها هتجيب لي ايه؟ هتجيب لي 10 جنيه يعني؟ دول مش هيجيبوا لي حاجه، لا بس ده كله صيني مش هيجيب لي اي حاجه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزه اتعالج. بيعي بيعي العفش، بيعي اي حاجه. عفش ايه يا ايدي؟ هنقعد على البلاط يعني؟ وبعدين انا باروكه خلاص معوضه لك شعرك اهي، وانت مش محتاجه خلاص تتعالجي. ولو على حواجبك انا مستعده اعملها لك بقلم كحلي وخلاص، واكنها ليها حاجب. يا بابا انا بقول لك مش بتعالج عشان شعري، انا بتعالج عشان نفسي اخف، انا لو ما اتعالجتش هموت. خلاص استني بقى لما نكون انا وباباكي مبلغ كده محترم عشان نعرف نعالجك. انت عارفه ان علاجك مكلف قوي علينا. ده لما اكون مت يا ستي. بعد الشهر ما انت عايشه كويسه اهو. يا رب. انا تعبت بقى. انا عارفه ان ماما وبابا مش بايديهم حاجه، وعارفه انهم بقالهم سنتين بيصرفوا عليا، والعلاج بتاعي غالي جدا، بس انا نفسي اتعالج وارجع زي بقيه اصحابي. صحابي كلهم بقى بيتريقوا عليا ان انا ما عنديش شعر وما عنديش حاجه. يا رب. وانا ليه مش زي الناس الطبيعيه؟ انا تعبت بقى بجد. نفسي ماما وبابا يعالجوني ويكملوا علاجي، وخايفه اموت، خايفه اموت. مش هيبقى ليا حد خالص، ومش عارفه حد هيفتكرني ولا لا. حاول بالله عليك تشوف لي حوالي الفلوس بتاع العلاج ده، لان مفيش اي مكان اجيب منه فلوس. وبرده زي ما قلت لك اللي انت عايزه انا عنيا ليه. يا ريهم خير. محمد حازم نشوف هايدي، موضوع هايدي والعلاج بتاعها. البنت نفسيتها متضايقه جدا ومكسوفه جدا عشان صحابها. استغفر الله. عمال اقول لها احنا جبنا لك باروكه معوضه شعرك مش فايده، وانا قلت لها على حواجبك هرسمها لك، وبرده هي مش موافقه على كده ومتضايقه جدا من حاجه زي كده. المشكله مش مشكله حواجب ولا شعر يا ريهام، انا بعت تليفوني وجبت تليفون اقل، بعت شقه التمليك وجبت شقه ايجار، بعت كل حاجه. طب اعمل ايه تاني؟ شغال شغلانتين. البنت بتصرف 5 6000 جنيه كل شهر، ده غير مصاريفها الشخصيه، ده غير مصاريف مدرستها، ده غير اكل وشرب البيت، ده غير مصاريفك، ده غير مصاريفي. طب هي طفله بقى، ومش يعني هي مش واخده على ده، هي خلاص واخده على مصاريف معينه عايزانا نصرفها لها عليها، ومش مقدره ان احنا نصرف على مرضها جامد. طب بقول لك ايه؟ ثواني كده. هتعمل ايه؟ انا هتصرف. الو؟ ازيك يا دكتور عامل ايه؟ هايدي بخير الحمد لله، وانا بخير وكلنا بخير. دكتور انا عايز اسالك سؤال، لو هايدي بطلت العلاج اللي هي بتاخده ده هيحصل حاجه؟ انت عايز تموتها يا محمد؟ ما اكيد ممكن تموت. ماشي يا دكتور. شكرا يا دكتور لازعاجك. مع السلامه. اكيد قالك هتموت. المرض ده محدش بيخف منه غير لو هيتعالج، لو ما خافش منه هيموت. طب انا اعمل ايه دلوقتي يا ريم؟
مش عارفه يا محمد، بيع موبايلك، نبيع موبايلاتنا، نبيع العربيه، نبيع اي حاجه. دي البنت وصلت بتقولي بيع العرش، بقول لها هنقعد على البلاط يعني؟ بيع عربيتك. طب افرض بعنا كل حاجه وفي الاخر البنت ما اتعالجتش، يبقى احنا عملنا اللي علينا. يا اما نوديها بقى المستشفى تعالجها هي ببلاش. هو في مستشفيات بتعالج ببلاش؟ ندور بقى هنعمل ايه. طيب هنسيبها تموت؟ ماشي يا ريهام تمام. يبقى عملنا اللي علينا، مش بنتك دي؟ وانت عايز تخلف وترمي؟ ايه يا هادي؟ في ايه يا هادي؟ بتعيطي ليه؟ ها؟ بتعيطي ليه؟ في ايه؟ كل ده يا هادي عشان الفلوس؟ هنجيب لك منين فلوس يا هادي؟ طيب ما انا لسه مكلمه باباكي، قلت له ان شاء الله حتى نشوف لك مستشفى ببلاش. انا حاسه اني تعبانه قوي. تعبانه ايه يا هادي؟ ما تفوقي كده يا هادي. مش عارفه، حاسه اني تعبانه مش قادره. حاسه بايه يعني؟ مش عارفه مش عارفه، تعبانه. حول الله يا رب، هو احنا كنا ناقصين البلاوي دي يا رب؟ مش كفايه ان هي تعبانه وبنصرف عليها قد كده؟ يا محمد يا محمد تعالى شوف بنتك. معلش معلش يا هايدي، معرفش بتقولي حاسه ان هي تعبانه. في هايدي مالك؟ ونايمه عماله تعيط. يا هايدي ماشي ماشي، الميعاد مش العلاج بتاعك قلنا لك هنجيبه بكره خلاص. قومي يا بنتي فوقي، قومي. لكن عشان العلاج اتاخر اسبوع يا ريهام ممكن يكون ده اللي حصل. ما اكيد يعني هيأثر عليها، ما انت عارف اكيد العلاج ده لازم يكون مستمر. يعني لازم بكره اخر يوم؟ قلت لك هندور على مستشفى ان شاء الله ببلاش. مفيش مستشفيات ببلاش. ندور هنعمل ايه يعني؟ هتدور فين يعني يا ريهام؟ هتسيبك موت يعني مننا؟ مش عارف يا ريهام اعمل ايه طيب؟ طب ابحث على النت طيب او انزل اعلان؟ اعمل اي حاجه، اعمل اعلان، ابحث، اعمل اللي انت عايزه، المهم البنت ما تفضلش كده. طب انا هنزل اشوف العربيه هبيعها. ها بيع موبايل، خد موبايلي وبيعه، المهم صرف فلوس. ماشي انا هنزل ابيع الموبايل والعربيه. قومي يا بنتي قومي لحد ما نشوف لك هنشوف هنعمل معاكي ايه. قومي فوقي كده، اجيب لك ميه تشربيها؟ طب قومي فوقي عمال باباك يجيب فلوس ونديك الدكتور. قومي. ايوه ايه يا محمد، جبت فلوس؟ العربيه يا ريهام مش هتتباع قبل اسبوعين. يعني ايه؟ والبنت هنعمل ايه دلوقتي معاها؟ الموبايل ما جابش حتى ربع ثمن العلاج، هعمل انا بقى دلوقتي؟ مش عارف يا محمد، امال يعني هنسيب بنت تموت مننا؟ تعالي يا ابني نخش طب نطيب بخاطرها كده ونهديها ونديها مسكنات. طب والموبايل برضه ما عرفتش تبيعه؟ بقولك ما جابش ربع ثمن العلاج حتى. طب على الاقل جيب لها مسكن يسكن لها وجعها. في مسكن جوه. خلاص تعالى نديه لها بقى يسكن لها ولحد ما تبيع عربيه. طب تعالي. ايه ده هينام على الارض كده ليه؟ انا عارفه ايه هايدي، انت نايم على الارض كده ليه هايدي؟ نايم على الكنبه هايدي. انا عايز انام فوق يا هايدي. قومي. ما تناميش على الارض كده يا حبيبتي. يا هايدي الله، بنت ما بتردش ليه يا محمد؟ يا هايدي هايدي قومي. بنت ما بتردش يا محمد، دي ماتت ولا ايه؟ ماتت ايه يا ريهام اللي انت بتقوليه ده؟ هايدي قومي يا هايدي. قبل كده يا محمد قلت لك لازم نجيب لها الدواء، خسرت بقى عربيتك وموبايلك. قومي يا بنتي. بنتي قومي هايدي.